تتواصل فعاليات الدورة 11 من مهرجان الطبول الدولي للموسيقى والفنون الشعبية، ذلك بمسرح القاهرة الشمالي بساحة شارع المعز الأثري، وهي الدورة التي تقرر إهداؤها لرائد المواويل الشعبية المطرب محمد طه. للمزيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. يعني أحمد، صف لنا المشهد لديك. نعم حكمة، تحية لك. بالفعل حالة من الجمال نعيشها هنا عند سور القاهرة الشمالي في قلب القاهرة مع الليلة الرابعة من ليالي مهرجان الطبول أو المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. هذه الليلة التي تحييها ثلاث فرق، بدأت الفرقة الأولى مع فريق التحدي لذوي الهمم والذي صعد على خشبة المسرح في البداية في تمام الساعة 9 مساء حيث بدء فعاليات المهرجان. ثلاث الفرقة التي تغني الآن من خلفي وهي فرقة الطبول النوبية وللآلات الشعبية، وهذه فرقة أسسها الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان الدولي للطبول. ونحن على موعد ثالث وأخير في هذه الليلة الرابعة مع فرقة كنعان الفلسطينية، هذه الفرقة التي تقدم أيضا نغماتها ورسالتها للسلام. تحدثت معهم قبل بدء فعاليات هذه الحفلة وقالوا أنهم يقدموا رسالتهم للسلام في ظل ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية. هناك حالة من الزخم الجماهيري، الإقبال الجماهيري، الاستمتاع بهذه الآلات وهذه الفعاليات الخاصة بمهرجان الطبول. تتواصل فعاليات هذا المهرجان حتى الأول من شهر يونيو القادم بإذن الله، وتقام في عدة أماكن بالإضافة إلى سور القاهرة الشمالي في الأوبرا مسرح الهناجر بالإضافة إلى قصر الأمير طه. نعم، لقد أوفيت بوصف الصورة من هناك. شكرا لك زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.